في هذه الأيام يقول خرج تطبيق على وبرنامج على الجوالات يسمى قارئ الفنجان، يطلب من صاحب الجوال ما يجوز هذا الفنجان، هذا ما يجوز، هذا من يدعى علم الغيب ولا يجوز العمل به ويجب إنكاره. نعم، والفنجان ما عنده خبر من خير ولا شر ولا شيء من علم الغيب. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا عندهم قارئ الفنجان وقارئ الكف، كل هذه خرافات أنزل الله بها من سلطان. نعم.